التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في العاصمة البريطانية لندن بنظيره العراقي سليم الجبوري، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى العديد من الملفات الإقليمية. كما التقى الرئيس الغانم خلال الزيارة بعدد من المسؤولين البريطانيين، وتم خلالها التطرق للعديد من الملفات التي تهم البلدين. أهم النقاط التي خرجنا منها من بهذه الاجتماعات هو تأكيد التزام بريطانيا الصديقة والحليفة بأمن الكويت القومي في ظل الظروف والمعطيات الحالية، وبأن التوقيع مع إيران على الاتفاق النووي لم ولن يؤثر على التزام بريطانيا تجاه الأمن القومي للكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي. كما بحث الوفد الكويتي برئاسة الغانم مع المسؤولين البريطانيين تفعيل الاتفاقية الأمنية بين البلدين والمتعلقة بتسليم المطلوبين أمنيا. المملكة المتحدة ما يوجد فيها انتربول مع الكويت، فإن شاء الله يعني في ضغط من الأخ الرئيس وأعضاء البرلمان، وهناك أيضا وزير العدل كان قبل شهر تقريبا هني، بإذن الله سوف ينهون عن غريب يعني وعود هناك أن ينهون هالقضية بإذن الله، وسوف يكون عليها تصويت من البرلمان البريطاني علشان يكون هناك تبادل للمجرمين والهاربين الذين يعني موجودين في لندن. من جهة أخرى، أكد الرئيس الغانم في محاضرة له ضمن برنامج الكويت في كلية لندن للاقتصاد إن السر في بقاء النموذج الكويتي مختلفا واستثنائيا وظهور المجتمع الكويتي موحدا إبان الأزمات الداخلية والخارجية وفي منطقة تعج بالصراعات الطائفية هو تفرد نموذجها الديمقراطي ونظامها السياسي المتجذر عميقا في التاريخ الكويتي. وأضاف الغانم إن الكويتيين عندما أنشأوا نظامهم الديمقراطي كانوا يريدون أن يحققوا وحدتهم السياسية والمجتمعية، ونجحوا في ذلك لأنهم يقدرون عاليا قيم التعددية والتسامح المتجذرتين عميقا في تاريخهم. وقال الغانم إن قيم التعايش التي ترسخت عند الكويتيين لها علاقة بطبيعة تأسيس الدولة، والتي تشكلت من أناس مهاجرين من خلفيات ثقافية مختلفة جاءوا إلى هذه البقعة من الأرض بحثا عن السلام والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.